من زمان الحوارات نتاعي معاك طويلة ومفيدة وفيها مشاكسات، وكذلك سي سامي الطاهري وإلا نور الدين الطبوبي وكاميرا بلا قناع لم تغب يوما، والدليل صح. اليوم الكاميرات نتاع بلا قناع هي الوحيدة التي تغطي. في البيان نتاع الاتحاد قالوا وسيلة إعلام موازية، ونحن من صورنا؟ لا مش وسيلة إعلام موازية، لا احنا الوحيدين اللي صورنا، دقيقة، احنا الوحيدين اللي صورنا، فما أبعدنا بالموازين وما أبعدنا بالمشاكل. شوف محمد، يا محمد، البيان نتاع الاتحاد العام للسوشيال تحدث عن تنظيم موازي ولم يحكي على وسيلة إعلام موازية. نحن نحترم كل الوسائل الإعلامية وندعوها إلى مزيد ممارسة أقصى درجات التحري، وأن تمارس قناعاتها في نقل الحقيقة، كل الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة، لأن الإعلام اللي هو الكلمة الحرة هي المدخل الحقيقي والوحيد لتأسيس الديمقراطية، ونحن نعول على الإعلاميين أن يكونوا أحرار، ونحن نعتقد وأنه هناك كثير من الإعلاميين والإعلاميات شرفاء وأحرار، ولن يجدوا من الاتحاد إلا الدعم والإسناد. ليس معنى هذا أنه محمد ولا غيره أنه يجي يطبل الاتحاد، لا ما حشناش بأي جهة إعلامية تطبل لنا، احنا حشتنا بجهات إعلامية تنقل الحقيقة ولا تغطي على الفعل الذي ينفي ويضرب معناها القيم الأخلاقية والاعتبارية والمبادئ العامة اللي هي معناها شعبنا قدم قوافل من الشهداء باش أجيالنا وأبنائنا وبناتنا يعيشوا مطمئنين لما يكون عنده معناها فكرة يعبر عليها، ما يبقاش بوه وامه خايفين على بنته ولا ولده انه يروح يبات في الدار ولا. التوانس الكل من حقهم انهم ينقدوا، التوانس الكل من حقهم انهم يعبروا عن رايهم وما يخافوش من الحبس، لانه مفاتح الحبس ما هيش عند زيد او عمر او سمير او علي او محمد، وانما مفاتح الحبس يجب ان تكون بيد القضاء، وهذا القضاء يجب ان يكون سلطة مستقلة تمارس دورها لإنصاف الناس، لأن قال ابن خلدون العدل أساس العمران، ومتى انخرم العدل انهار العمران، ونحن نرفض أن ينهار معنا عمران بلادنا، بلادنا اللي ضحينا من أجلها واللي تبنات بعرق التوانسة وخدامة وجدودنا وأهلنا وباتنا. ما يلزمش نستهينه ب المخاطر اللي تحدق في بلادنا، مؤامرات أجنبية وداخلية، ولكن هذه المؤامرات الأجنبية والداخلية لا يمكن مواجهتها إلا بالوحدة الوطنية، لا يمكن مواجهتها إلا بالتفاف شعبنا مع قواه الحية من منظمات وأحزاب ووطنيين ووطنيات، مش حول وراء معناها شخص واحد مهما كانت اسم هذا الشخص ومهما كانت معناها نظافة هذا الشخص، لأن الفردية قاتلة، لأن الفردية فاشلة، لأن الفردية هي معناها ولا عهدها وانقضى. ونحن نقول مرة أخرى الاتحاد سوف يبقى الحصن الحصين لكل أبناء وبنات تونس، الاتحاد سوف يمارس دوره الاجتماعي والوطني، ولن نتراجع ولن نتخلى عن مبادئنا، ولن نتخلى عن انحيازنا للمقهورين وللبطالة وللمهمشين وللشغالين، اللي التوانسة ولا التوانسة يأمنوا في غذائهم من القمامة، هذا عار علينا وهذا فضيحة على كل من يتحمل المسؤولية في البلاد هذه. اليوم يجب نقول الحقائق، الفقر ليس عيبا، الفقر ليس عيبا، العيب هو أن نمارس معناها فعل النعامة ونتحدث عن البطولات والإنجازات والمناحم الوهمية، والحال وأن الشعب اللي عيار فقد ثقته من تقريبا الناس الكل. اليوم إذا كان نحب بلادنا يلزم خطاب حالم، خطاب مطمئن، خطاب يبعث الأمل في التوانسة، مش خطاب يبعث الأحس والأحباط
في التوانسة من الصغير للكبير، للنساء للرجال للشباب للشيوخ للكهول للمرضى اللي مش مرضى. عيب، بلادنا تستحق أفضل من هكا. اليوم يلزم كل القوى الحية أنهم يلتفوا مع بعضهم ويخدموا مع بعضهم من أجل إعادة الأمل لهذه البلاد، لأن تونس راهي عندها من المقومات ومن الإمكانيات باش تكون في وضع أفضل من هكا 10 مرات. صحيح مرينا بعشرية متاع فشل، عشرية متاع تطاحن، عشرية متاع أحقاد، عشرية متاع معناها إرباك واغتيالات وما إلى ذلك، وكنا نتطلع إلى أنه الحركة التصحيحية اللي حصلت يوم 25 جويلية أن تفتح أحلام جديدة وآمال جديدة وتقطع مع خذ فيه نخذ فيك ومع هكا بيه وهكا عليه وهذا التطاحن، لكن للأسف الشديد فشلت هذه معناها الحركة. ولكن أهداف تلك اللحظة وتطلعات شعبنا في تونس أخرى أفضل ممكنة معناها ما زالت مطروحة، وعلى الخيرين من أبناء شعبنا وبناتنا أن لا يفقدوا الأمل وأن يستأنفوا المسيرة وأن يلتفوا حول بعضهم من أجل الدفاع عن بلادنا وحرية بلادنا ووحدة بلادنا والحريات العامة والفردية وعلى الديمقراطية وعلى العدل الاجتماعي والسيادة الوطنية. وهذه ما ينجمش يعملها لا سمير الشفي وحده، لا قيس سعيد وحده، لا نور الدين الطبوبي وحده، ولا المترشحين للرئاسيات هذه الكل وحدهم، بل تتعمل بمشروع وطني يجمع التوانسة حوله ويهدئ النفوس ويبني ولا يهدم ويطمئن ولا يهدد. هذا هو اللي استناه فيه التوانسة من قبل 25 جويلية وبعد 25 جويلية، عدا ذلك السراب والفشل اللي لن نقبل بأن تونس تمشي معناها إلى معناها فهوف وإلى كما قلت لك تو التوانسة أسره قلت لك البلاد داخلة في حيط. التونسي العادي اللي ما عندوش لا أحزاب ولا كذا يقول لك للأسف البلاد ماشية في حيط. ما نحبوش إنه التوانسة يولي عندهم الشعور هذا، ما نحبوش التوانسة يفقدوا الأمل في بلادهم. أنت الإحصائيات تو عمل للستاتستيك معناها مؤسسات صبر الآراء، أكثر من نفس التوانسة حلمهم أن يغادروا البلاد. هذا يعيب، هذا مدمر، هذا مؤلم، هذا ما نعرفني يخليك تمرض أنه ولدي وولدك وبنتي وبنتك وحتى توا انتقلنا من الشباب إلى العائلات اللي تعمل في كل المحاولات باش تغادر البلاد إلى فضاءات أخرى لتأمين حياة أفضل. لكن نقول لهم هذا حقكم أنكم تفكروا تحلموا بحياة أفضل خارج تونس، ولكن الحل الرئيسي هو أنه ما بعضنا ويدنا في دين بعضنا من أجل أنه نبنيه بلاد أخرى، تونس أخرى أفضل اللي فيها الحرية واللي فيها العدل واللي فيها معناها الفساد ملوش مكان واللي فيها التحابب والتآخي معناها بين كل التوانسة. نختلف نعم فيما بيننا، ولكن هذا الاختلاف قال الرسول صلى الله عليه وسلم اختلاف أمتي رحمة، راه الاختلاف يحصل من الأخطاء، الاختلاف موش جريمة، الاختلاف ما هواش مبرر باش معناها فهمتني نخونوا بعضنا ونطلق معناها الاتهامات الباطلة من شمالا ويمينا. الوحدة ثم الوحدة ومزيد من الوحدة، والاتحاد العام التونسي للشغل مثل ما وحد التونسيين والتونسيات في أحلك الظروف سنة 46 وقدنا الحركة التحرورية الوطنية وقدمنا أغلى ما نملك وأعز ما نملك سيد الشهداء مؤسس الاتحاد فرحات حشاد من أجل تحرير بلادنا ومن أجل الانحياز لبلادنا وشعبنا. الاتحاد سوف يمارس هذا الطريق لأننا لا نجد بديلا عن طريق الوحدة المناضلة الديمقراطية العدل الاجتماعي توحيد التونسيين والتونسيات. هذه مهمة لن نتخلى عنها، والاتحاد العام التونسي للشغل لن يقبل بعد اليوم أن تبقى الطبقة الشغيلة من العمال والموظفين والأجراء معناها يتعارك من الجمعة الأولى نتاع راس الشهر مع الكريدي ومع البنكة اجبت فروش يزي باسطة
خليه معناها لصلحهم كان، خليه للتوانسة انهم كيفاش يعاودوا يبنيوا ونسترجعوا الامل في تونس اخرى اكثر معناها اشراقا، في تونس اخرى محتضنة كل ابنائها، في تونس اخرى فيها العمل ولا شيء غير العمل، في تونس اخرى فيها الحرية وفيها العدل الاجتماعي، في تونس اخرى اللي التونسي لاخوه التونسي رحمة مش نقمة. سي سمير السفي اليوم